أما هلأ ليلى رح أروح لمحطتنا الأخيرة، ومثل ما بنعرف الكوارث الطبيعية أصبحت هي الأكثر شغلاً وشاغلاً لبال الناس بالفترة الأخيرة، من الزلزال اللي تعرضنا له خلال أول هذا العام، وأيضاً انتقلت هاي الكوارث وشفناها بكثير من العالم، وأبرزها كان زلزال المغرب بالفترة الأخيرة واللي كثر الحديث عنه، طبعا بالتزامن مع أيضا العاصفة التي طالت ليبيا، وأصبح الحديث عن هاي الكوارث هو أكثر شيء بيشغل بال الناس. تماما، صار حديث الناس وكثرة الأبحاث وحتى الأحاديث والأقاويل عن الأحداث الزلازل، شو هي أسبابها، وخاصة الزلزال الأخير اللي حدث بالمغرب، وهل هو حدث بفعل البشر أم لا، وكمان هل من زلازل قادمة في مناطق أخرى. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع ونناقشه معنا ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو، الأستاذ طارق المعيوف، وهو جيولوجي وجيوفيزيائي استكشاف وتنقيب. يسعد صباحك. صباحكم يا رب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني بداية خلينا فورا نروح على زلزال المغرب الأخير، كثير تم الحديث عنه بوسائل الإعلام، والبعض تحدث عن أسباب غير طبيعية، ممكن هي تكون أسباب من صنع البشر، والبعض لا، قال إنه هو شيء طبيعي جدا الأرض وحركتها. رأي حضرتك بالموضوع؟ بالبداية بنقدم تعازينا الحارة لإخواننا بالشعب المغربي وليبيا بعد أعصار دانيال وزلزال المغرب. بالنسبة لزلزال المغرب، هو حركة طبيعية، موضوع عادي جدا. الأرض حية، الأرض لها حياة، الحياة تبع التعبير عنه هو بالزلازل والبراكين. المغرب واقع على حد صفيحتين، نهاية الصفيحة الإفريقية واللي بتتصادم بشكل دائم مع الصفيحة الأوراسية. زلزال المغرب كان بقدر وطاقة كبيرة، 6.8 إلى 7.2 حسب هيئات المسح الجيولوجي الأوراسية أو الأمريكية أو المركز الزلزالي المغربي. زلزال كبير لكن هو طبيعي، وقد حصل عدة زلازل دمرت أجزاء ومدن كبيرة من المغرب للأسف. طبعا في عنا زلزال الحسيمة بال2004، في عنا زلزال القرى بشمال تطوان حصل بال1909، في عنا زلزال أغادير المعروف، الزلزال العظيم يعتبر، رغم أنه طاقته كانت قليلة، زلزال قدره 5.7، لكن بسبب الكثافة السكانية وكان بؤرة الزلزال والمركز السطحي للزلزال تحت المدينة مباشرة وعلى عمق ضحل، أدى ل 15,000 ضحية و 12,000 مفقود و 35,000 مهجر، وتم إعادة بناء المدينة بعد أوامر من الملك الراحل محمد الخامس. رغم بعد البؤرة الزلزالية اللي حصلت بمنطقة أداسيل 550 كيلومتر تبعد عن حد التصادم بين الصفيحتين، وهي معلومة يعني جميلة الواحد يعرفها، أنه الزلازل لا تحصل فقط على الحد الفاصل بين صفيحتين قاريتين أو صفيحة قارية وصفيحة محيطية. طبعا عرفنا من أساتذتنا الكرام أيام الدراسة، الدكتور العظيم كمال محي الدين حسين والدكتور نضال جوني، الزلازل القارية التي تحصل ضمن الصفيحة على ندرتها تؤدي وتكون غالبا ذات طاقة كبيرة، وللأسف تكون مدمرة، وبالغالب لأنها ضمن قارية تكون قريبة من المدن والكثافات السكانية العالية. باختصار أطلنا الكلام، باختصار اللي حصل بالمغرب حركة طبيعية، تعبير عن حياة الأرض. متوقع كان؟ متوقع جدا، متوقع جدا، لكن تم التركيز الآن بعد زلزال تركيا وسوريا وزلزال المغرب، كونه صار الموضوع يمسنا نحن، يعني صرنا نفكر انه في شيء مفتعل كثرت. هو يوميا على مراكز مثلا هيئه المسح الجيولوجي الامريكيه الان، اذا بنفتح على موقع اليو اس جي اس او مواقع الابحاث الزلزاليه الاورو متوسطيه، يوميا في عشرات الزلازل، في شيء بيدمر، في شيء لا نحن ما بنسمع فيها، بس لكن صار الموضوع بيمسنا. بزلزال 6 شباط صار بيمس اخواننا مثلا بالمغرب العربي، فصار في تكهنات وتوقعات انه مفتعل وبرنامج هارب وغيره واضواء زرقاء، لا 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 لا، هو موضوع عادي.
عادي ماني عم سخف الحدث، لا هو حدث كبير. نحن الزلزال حركة طبيعية، لكن الزلزال لا يقتل، اللي عم يقتلنا هو البناء. تمام. البناء الغاية الآن والهدف الآن هو التركيز ليس على التكهنات والتنبؤات بحصول زلازل، يجب التركيز على البحث عن المسكن الآمن والأبنية الآمنة، التفرغ وسكب هذه الطاقات على إيجاد حلول لمساكن آمنة وليس على التكهنات والعالم الهولندي والعالم والعرافة المجرية العمياء وغيره وغيره. تماماً أستاذ، يعني هلأ فينا نقول حركة الأرض مثل ما ذكرت حضرتك طبيعية، وكثرة الزلازل، هل في مناطق معرضة ممكن يكون في إلى حدوث زلازل بالأيام القادمة أو بالأشهر القادمة خلينا نقول، أو ما فينا نتوقع هذا الشيء؟ وارد جدا. الآن في حركة على النطاق القلبي والحزام القلبي، هزة أرضية في اليونان، هزة أرضية في الحسكة كانت ولو بقدر زلزالي بسيط، في إقليم كردستان زلزال المغرب، زلزال سوريا، يعني عم يؤدي لتفريغ طاقة، وبنفس الوقت تفريغ الطاقة هذا عم يؤدي لاختزان طاقة بأماكن أخرى على فوالق وعلى انهدامات، عم مع يعني الطاقة اللي اكتسبتها بهاي الزلازل القوية، بالإضافة لأن اختزنت طاقة أصلاً على مدى مئات السنين، حتى لو اعتقد السكان أنه منطقة الآن مستقرة، لا هي مختزنة لطاقة، وارد بأي لحظة. نحن لأنه مختصين بعلم الزلازل ولأننا نعلم، لا نعلم أين ومتى سيحصل الزلزال، لكنه وارد، موضوع وارد، بنطمن الناس، وبنفس الوقت يجب أخذ الحيطة والحذر بالمسكن الآمن، وفي حال حصول الزلزال يكون على دراية كيف يتصرف خلال هذه الثواني الثمينة. في زلازل وصلت مدتها لدقيقتين حتى وصلت أمواج رايلي، اللي هي الأمواج على شكل إهليلج راجع للخلف، وتم وصفها من العديد من الناس أنه شعر بدوخة أو البناء هز فينا وبشكل دوراني. هناك مدة كافية للنجاة بين بدء الزلزال والشعور بالاهتزازات البسيطة مع الأمواج الطولية والعرضية، ثم أمواج لاف، ثم أمواج الدمار، أمواج السطحية، أمواج رايلي. المناطق المعرضة دوما لزلازل هي مناطق التماس بين الصفيحتين، مثلا سوريا تركيا، نهاية الصفيحة العربية مع صفيحة الأناضول، مناطق تماس مثلا صفيحة قارية مع صفيحة محيطية مثل ما بيصير بتشيلي والبيرو على شكل دائم، لكن هن تجاوزوا هذا الموضوع، عم تصير عندهم زلازل بقدر زلزالي عظيم 7 و7.5، لكن عم يكون عابر ما في ضحايا بسبب بسألك عنه. نعم. أستاذ، يعني نحن من فترة شفنا فيديو عملوه وحكوا عن درجات الزلازل. نعم. إنه في درجات بسيطة جدا وهي موجودة يوميا ولا ما بتأثر بشكل عام، ويمكن بس الأجهزة أو المستشعرات هي اللي بتلقط هاي الزلازل. بداية قالوا إنه 5 6 7 8 هي يمكن 7 و8 هي أخطر أو أقصى درجات الزلازل، وشكلوها مع المباني إنه حتى المباني المهيئة للزلازل 7 و8 ممكن يكون في خطورة على حياة الناس، فرأيك بهذا الموضوع؟ رأيي بهذا الموضوع، الدول هي اللي المعرضة لهي الزلازل 7 و8 و9، الزلازل العظيمة هي بطاقتها الكبيرة صارت لحظي، انت قلتي انه في خطورة وليست انه تدمرت، في خطورة ليش؟ صار في طرق جديدة بالبناء، في عنا ممتصات الصدمات، عزل القواعد، الكتل الامتصاصية انا اوصي بها الان، مو معقول نمسح الان بلدان ومباني وبيوت وعمارات وأبنية ومصانع نمسحها الآن مشان نعيد تصميمها زلزاليا. أنا أوصي بطريقة من طرق المعالجة، هي الكتل الامتصاصية ممكن تكون على شكل مثل الأرجوحة، نواس متخامد ومخامد للحركة، الزلزال لما ولد الطاقة وصلت للبناء، البناء امتص فيهتز، نحن بدنا نحاول نخليه ما ينهار، فبنحط هاي الكتل الامتصاصية ممكن تكون على شكل أرجوحة على أسطح الأبنية، فيها كرة معلقة، كرة كبيرة فولاذية، بتصير هي امتصت هذه الطاقة وتحركت بحيث أنه تخفف الضغط والاهتزاز عن البناء. ممكن
بحالة الإنشاء أبنية جديدة، نعمل موضوع عزل القواعد وتثبيت ممتصات صدمات ونوابض كبيرة تحت البناء، بحيث أنه الاهتزاز فقط بالأرض، النوابض على مبدأ السوسبنشن بالسيارات، أنظمة التعليق. لاحظي لما تكوني بسيارة فخمة ومريتي على مطبات أو كذا، البدن معزول عن العجلات هي اللي بتتجاوب. على نفس المبدأ فينا نصمم أبنية. يعني يجب عدم التفكير فقط بموضوع التكاليف، وأنه دائما تخفيض التكاليف ورفع الأرباح، أو أنه هاي الحلول مكلفة. طيب نحن في عنا أرواح، في عنا حياة، في عنا الإنسان هو القيمة الأكبر، وليس أنه ابني منزل رخيص أو بناء رخيص غير مكلف ينهار عند أول. وهذا اللي أثبتته حاليا زلزال سوريا وتركيا. تمام. المغرب، حتى إعصار دانيال بليبيا، أخواننا بليبيا، مدينة درنب مدينة بما فيها بأهلها صارت بالبحر. المنازل للأسف طبعا، والرحمة لهم، للأسف أنه يعني قيمة الإنسان هي أكبر من موضوع تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح. يجب التركيز على هذا الموضوع والبحث عن المسكن الآمن القادر على الصمود أمام اختبارات الطبيعة البسيطة. يعني موضوع إعصار مثل دانيال، المفروض يعني لو كان بإحدى الدول، ما راح أقول العالم الأول، حتى لو العالم الثاني أو العالم دول النامية، ما راح يكون له هالأثر مثل اللي صار بليبيا. تمام. للأسف يجب الاهتمام أكثر بهالأمور. شو رأيك أستاذ بالأبنية العالية؟ يعني هلأ كتير ناس صارت تسكن بالطوابق العالية، بيقولوا أنهم هدول هنون الأشخاص اللي معرضين للخطر وقت الزلازل. هل هذا الشيء بيرجع إلى تدعيم البناء بشكل جيد؟ أو حتى إذا كان مدعم البناء بشكل جيد، ممكن أنه يكون له خطورة على حياة الناس؟ لا بالعكس، الطوابق العليا، يعني حتى إذا كان البناء مدعم أو غير مدعم، الطوابق العليا أو الطابق الأعلى هو الأأمن في حال حصول زلزال. بيقولوا أنه هو اللي بيتعرض. يعني سمعنا من كثير ناس انه اللي ساكن باخر شيء هو اللي شعر اكثر، لكن في حال حصول زلزال لا سمح الله. نحن عم نبسط الفكره، عم نحكي مبادئ نظريه. تمام. اذا حصل زلزال فهو عم ينزل على اللي تحته. تمام. بينما اللي تحت وبالطوابق السفلى عم تتراكم فوقه عشرات او مئات الاطنان من الخرسانه واغراض المنزل والاسمنت والحديد وكل الامور هي. لا موضوع انه بناء عالي او لا، في عدة حلول. هي مهمة المهندس المدني، هو اللي بيقوم فيها بجدران القص، التدعيم بالاوتاد، الكتل الامتصاصية اللي حكينا عنها، عزل القواعد. يوجد عشرات الحلول اللي حاليا صحيح. الدول اخذة فيها وعم تطبقها. يجب اخذ العين الاعتبار تكون عنا، ويكون في وصاية ورقابة وتشديد على استخدامها حاليا، لانه حياة الانسان هي اهم من أي قيمة أخرى. اعتبار تاني صحيح. يعني اليوم معلومات مهمة جدا قدمت لنا إياها، بنتمنى الكل يكون استفاد منها، وأكيد بحلقات قادمة ممكن نحكي بتفاصيل أكثر. بدنا نشكر وجودك معنا. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب.